السلام عليكم لا فاميك، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. رجعنا لكم فيديو جديد على قناتكم قناه عبود فلوغ. دائما في اطار تقديم جديد كاينه واحد الحصيله اللي في المستوى حصيله متواضعه صراحه ما فيهاش كميه كبيره، ولكن كيف ما كنعاودكم اخوان ما كنجيبوش حاجه الا كتكون الحمد لله الطوب ولوكازيون شكون في ليطا نقيه غارانتي وبيغ مقال اوريجينال اللي هي اهم شيء بالنسبه للناس اللي كيتفرجوا الفيديو ديالنا لاول مره. مرحبا بكم في القناه ديالنا، ما تنساوش الاخوان تركوا على ابوني شي كومونتير زوين، جيم لا فيديو بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم، والرقم راه اسفل الفيديو اللي غيصبو شي موديل خصاتو شي حاجه بغيت استفسار يدخل عندي الواتساب ولا نخلي لكم انستغرام حتى هويا. بالنسبه للناس اللي كيعجبهم شي موديل اسكريني لوحوا لي في الواتساب اشمنه اللي كنقولوا الاشمنه، واللي خصاتو شي حاجه راه مرحبا بكم الاخوان. ما نطولوش عليكم، نبداو على بركه الله. اللهم يسر. بسم الله على بركة الله الإخوان، نبداو بأول قطعة من النظارات، هما هادو رايبان بياساج أوكازيون مي تخي بونيطا، نقولو 9.5/10 أوكازيون نقيين فوالا. ميد إن إيطاليا فوالا، و الثمن ديالهم غنديرو ليهم 500 درهم ومعاهم العلبة ديالهم 500 درهم. ثاني قطعة رايبان وي فور ليطان ديال 9.5/10 أوكازيون نقيين فوالا، لابار ديالهم واد الإخوان 50.22 أوريجينال، كندويو على الأصلية الإخوان أوريجينال، والثمن ديالهم 700 درهم بالعلبة ديالهم. كاين تالت قطعة أرماني ليطا ديالهم 8.5/10 جيورجو أرماني أوريجينال أصليين، علاش قلنا 8.5/10؟ واحد شوية هنايا فوالا، واحد شوية هنا مابينش يجوك خوا هنا واحد شوية قيوق، حنا لي ديطاي كاملين كنبينو وكنصورو بكاليتي مزيانة باش كلشي يبان ان شاء الله. هادو تا هما كيبقاو ب 500 درهم، ديزاين ديالهم واعر ما شاء الله، فقط 500 درهم فوالا اخوان. كاينين هاد الفوسيل بالنسبة للناس اللي كيبغيو شي حاجة عريضة شوية، كاينين هاد الفوسيلات ديزاين فوالا، هاي فوسيل ميد ان ايطاليا، هادو عفوا بيرسول ماشي فوسيل، بيرسول فوالا. كاين واحد الرايبان، واحد الرايبان فوالا لي طيالهم تما نقيين، هادو في النوار. بالنسبة للنظارات غنكونو سالينا منهم الإخوان، غندوزو واحد الخمس قطع ديال لي فام على السريع. كاين هاد الموديل نوفيل كوليكسيون ديال طومي فوالا، طومي الفيكر ديال لي فام 35-36 ديامتر ديالها، الثمن ديالها 800 درهم. كاين هاد الموديل الغني عن التعريف ديال امكا ميكل كورس فوالا، فيها الحجيرات لداخل سول بوطون كيصار رائع ما شاء الله، وكاينة في 3 ديال لي كولور، كاينة في البرونز برونز غولد برونز وكاين السيلفر فوالا. هادو دايرين 850 درهم القطعة، 850 فوالا. كاين القطعة الأخيرة هي دي جيس سيليكون فوالا جديدة نوفيل كوليكسيون، الثمن ديالها كتبقى 800 درهم، 800 درهم.
غادي نبداو الاخوان بشي حاجه لي اوكازيون باش ندوزو للجديد فون هادو اوكازيون باش ان شاء الله ندوزو للجديد. كاينه بياسه قطع في السينا موديل ما شاء الله تبارك الرحمن، بياسه انيقه لو فون ديالها في النوار ونقيه 10 على 10. الثمن ديالها كتبقى ب 1500 درهم، 1500 درهم. كاين هاد في السينا الغنيه عن التعريف لو فون في البلو سيال، بياسه اوكازيون واحد 9 على 10 نقيه فوالا. كلشي فيها اوريجينال، اوريجينال الجاجة لي كاش باريط القفل فيرموار ديالها فوالا. كتعرف لي في سينا اوريجينال من هاد الريك هنا القفل تكون هنايا الريفيرونس، وهنايا الشعار ديال في سينا. بياسة كيما قلنا الاخوان نقية 9 على 10، والثمن ديالها كتبقى 1200 درهم، 1200 درهم. كينا في سينا تور دو فرانس، ها السيركل كيدور ليها، لالام كيما سمعتو الاخوان خدامة فوالا. بياسة نقية 10 على 10، فيها واحد ضريبة صغيرة هنا، المهم مبدل فيها حتى شي حاجة. الثمن ديالها 1500 درهم، 1500 درهم. كاينه في سينا الموديل قبل الاخر غنيه على التعريف هادي فوالا. هادي راه في خارج في الكوبي الاخوان، تنديروا لها فيديو توضيحي باش نوضحوا للناس الاصلي والاوريجينال بالنسبه لهذا الموديل هذا، عطاو الفرق فين كاين. هادي لو فون ديالها في نوار و ليطا ديالها 10 على 10 اللهم بارك نقيه. عندي واحد اللون اخر فيها في السيلفر ديالها باش نوري عليكم من مورا. الثمن ديالها 1500 درهم، 1500 درهم. جو كخوا كدير شي 2200 درهم في المكازا فوالا. ها السيلفر ديالها في الجولد، ليطا ديال الجديد هادي الاخوان، ليطا ديال الجديد ماشي جديده ولكن ايطا شارج كثر من 10 على 10، تلسه نقيه تبارك الله. الثمن ديالها كتبقى ب 1200 درهم، 1200 درهم. كاينه واحد القطعه هادي جديده الاخوان ديال ارماني سيراميك موتور سويس، هادي موفمون ديالها سويس كما كتشوفوا في النوار، والسيركل فيها في البلو مارين بلو نوي. بالنسبه للفيرموار ديالها هو هذا بابيون، بيسا انيق اللهم بارك. الثمن ديالها 1000 درهم، 1000 درهم. عندنا واحد البياسة اوكازيون في تشيسو في البلو مارين بلو نوي اوكازيون، لكن ايطا ديال 10 على 10، ايطا بحال الجديد. غنديرو فيها تمام مزيان، تمام مشجع اللي هو 1300 درهم، 1300 درهم. اوريجينال موتور صفر. عندنا واحد جوج قطع ديال السواتش اللهم بارك فوالا. عندنا جوج قطع كيتشابهو، كيتشابهو هما بحال بحال باش منطولوش الفيديو. ليطا قية تبارك الله، هادوك راه البلاستيكات في السماطي ديالهم خدامين ناضين نقا كيما كنعاودكم الخوش. شوف تبارك الله بياسة كي دايره فوالا. الثانية نقا ديالها كي داير، الثمن 1300 درهم. هاد الثمن اللي قلنا الاخوان غادي نينغوسيو فيها واحد شوية، وداخل فيها حتى التوصيل، فيها حتى لا ليفريزون غراتوي فوالا. ندوزو للجديد. لا كاينين واحد القطع كنت مصمم الاخوان مزيان ملي شفتو، كاين هاد الفوسيل سنتا سيليكون فوالا، هي كتخرج في البراسلي فوالا. هادي الاخوان ليطا ديالها نقيه
كادون ديالها فيه الزرق، انا المريح بالزرق زوينه تبارك الله. حاولوا نزوميو على الاخوان باش تبان مزيان. فوالا الثمن ديالها الخوت تبقى ب 700 درهم. عندي واحد البياسة اللهم بارك الاخوان تبارك الرحمن، سويس ميليتاري فيها زجاج سفير كريستال، كنظن ان الغونفلاج ديالها الزجاجة باين من الفيديو ما شاء الله. 20 ATM 20 متر تحت الماء، السيركل ديالها راه كيدور. فيها الموري فيلتاج، حاولوا نزوميو فوالا سويس ميليتاري هانوا هانوا ما شاء الله. الرخامة ديالها واعرة وهي ديال السيليكون فوالا كيما كيبان ليكم الخوت. الثمن ديال الخوت غنديرو فيها غنديرو ليها 1100 درهم 1100 درهم. سويس ميليتاري سيليكون غنفاوضو فيها واحد شويه فيها لا ليفريزون غراجو. كاين واحد القطعه ديال الارماني اكستشينج اكستشينج ارماني اكستشينج، هايا مستعمله القطعة ديالها نقية، القطعة ديالها 10/10 مع العلبة ديالها مع الزيادة راه من داخل الخوت. هاهي العلبة ديال أرماني إكستشينج، لوفون ديالها في النوار وفيه الجولد. الثمن ديالها نديرو ليها 1000 درهم وغادي نفاوضو فيها. فوالا عندنا هنايا واحد إليغانس جنيف، ها هي واحد القطعة بالبواطة ديالها أوكازيون أوكازيون لكن نقية تبارك الله، معها العلبة ديالها معها لاكار ديالها باش مخوضة. وغنديرو فيها تمن زوين، ها هي بيسا أوريجينال الخوت لي كرادي، غنديرو فيها تمن زوين. فوالا ها هي لاكار ديالها مخوضة وداكشي، مخوضة في 2023 في لو موا 11 في لو موا 11 عندو فيها تمن زوين 900 درهم الخوت. هيا بالعلبة ديالها وفيها التفاصيل واللي عجباتو الإخوان شي بياسة راه يصيفطها لي في الواتساب غنتفاهم معاه. كاين الاخوان واحد القطعه ديال السواتش نوفيل موديل، هادي دايره كامله بالحجر، جات لكم نوفو موديل نوفو كيكون داير بالحجر واللي قبل منها كتكون نص ديغرادي. فوالا هي جديده غير مستعمله مع العلبه ديالها. غنديرو فيها تمن زوين، غنديرو لها 1200 درهم 1200 درهم. فيها التوصيل للإخوان لا ليفريزون غراتوي 1200 درهم. غندوزو لواحد القطعة ديال الفيسينا سينا الإخوان لخرا لا كوليكسيون لخرا ديال الفيسينا، هي راه تاهي بالعلبة ديالها حيدو هادي فوالا. لو فون فيغ هادي جديدة الخوت مامستعملهاش كيما كتشوفو، هنا نستعملو هاد التيكي ديالها ها شحال كدير على الريفيرونس ديالها اف 20634 كاتر لو فون فيغ. هادي دايره 2100 درهم بالعلبة ديالها ومعها التوصيل. دابا غندوزو واحد القطع تيسو اللهم بارك الله يدخلو الاخوان. بالنسبة لهذه سيستار غنية للتعريف، سيستار لو فيغ دي غرادي بالنوار
عندنا البلو لي غرادي بالنوار فوالا هما جداد غير مستعملين والثمن ديالهم الاخوان 1800 درهم 1800 درهم 1800 درهم جداد غير مستعملين غير متوصل. كاين هاد القطعة اللهم بارك لونوي هادي الفي 8 فيها براسلي بابيون قطعة ما شاء الله كما كيبان ليكم الخوش الثمن ديالها 1800 درهم 1800 درهم عندنا هاد البي ار اس 200 بيسة غنية على التعريف جديدة الثمن نديرو لها 1800 درهم كاين هاد البوس لا نوفيل كوليكسيون ديال البوس في الجولد بيسة ما شاء الله زوينة لي ديتاي ديالها هما هادو فوالا ها هو ها الريفيرونس ديالها هي جديدة الثمن ديالها نديرو ليها 900 درهم نديرو ليها 900 درهم كاين عندنا هاد الموديل غنية على التعريف الخوش ديال البوس 5 بار هادي كيقولو ليها باتمان فوالا بيسة سامبل دائما خليلها موين كبير ما صغير والثمن ديالها 800 درهم كاينة في لوطخ كولور بيبسي بلو اي لو روج لو فون ديالها في النوار فوالا تي سامبل بيسة كلاس بور الثمن ديالها 800 درهم بالنسبه للناس اللي كيبغيو شي حاجه في ديامتر في البواني صغير فوالا كاين هاد الارماني اون بوليو ارماني فوالا لو فون ديالها ما شاء الله في البلو مارين بيسا سامبل كلاس بور كتجي مع شاك بواني فوالا لي فريزون باغتو ماروك كاين في دو كولور كاين في هاد البلو لو مارين هاد لو في رويال فوالا الاخوان كما كيبان لكم ياساس ما شاء الله الاناقه كنكونوا حنا نسهروا لنا ان نكونوا صباغين باش نجيبوا موديلات الاولين وكون نجيبوا لي كولور لي زوينين هادشي الاخوان صراحه قسما بالله الا كناخذوا بلاصق حنا هادي اعتبريناش مهنه حنا كنعتبروا راسنا هو ديال العشاق ديال السيراج فوالا كاينه هاد لابوس سيراميكا هادي غنية التعريف هاد الموديل الخوت راه كان مفقود حاليا حاصلة بياسة الثمن ديالها الاخوان هادو غنديرو ليهم 800 درهم هذيك الخضره شي 800 درهم بالنسبه للبوص سيراميكا حتى هي 800 درهم واخيرا وليس اخيرا كاينه واحد الاناقه بياسه فخمه اللهم بارك بالنسبه للناس اللي كيعجبو كيبغيو لا سانتور ديال الكوير كروكو ما شاء الله هاد القطعه ديال طومي تبارك الرحمن هاي جديده الاخوان نبرعوكم ما تخافوش الخوت كنغيبو ولكن كنرجعو بقوة تبارك الله كي دايره ما شاء الله زوينة هاد البياسة الاخوان ضرباتني صراحة الفون ديالها في البلون دايما تخليها يكون جو كخوا 43 الثمن ديالها غنديرو لها 800 درهم 800 درهم مع لا ليفريزون غراتو ندوزو الاخوان حاليا ندوزو لواحد القطع ديال الاوتوماتيك
لان اليوم طالب كتير. هادو دي تيسو بي ار اكس باور ماتي 80 اوتوماتيك الموفمون اوتوماتيك كما كيبان لكم. هادي لا فيرسيون ديال الجلد فوالا. هادي جلد لو فون ديالها في بلو مارين. هذا بلو مارين الاخوان فوالا. نسو ليها الزازا باش تبان احسن فوالا. تبارك الله صافي. كريستال موفمون اوتوماتيك. هادو معاهم الضمان الاخوان كارانتي بيهم قال اصلي شي راه بصعوبة بمشقة الانفس باش كيوصل الاخوان باش كنتحصلو على هاد القطع. غنديرو فيهم تمن زوين اللي بغا ما يتواصل معايا الخاص الاخوان فوالا. هادي الفيرسيون ديال سيليكون. هادي اوتوماتيك. هادي اوتوماتيك الاخوان باور ماتي 80 في لون نوار في الكولور نوار. غندوزو الان القطعة اللي تعتبرات افضل ساعة بالنسبة لسنة 2023 تيسوت بي ار اكس باور ماتي 80 اوتوماتيك الاخوان. هادي تعتبرات افضل ساعة لسنة 2023 بالنسبة لهاد لاكولوغ. هاد الكولوغ هو اللي دوينا عليه. هادي كيقولو ليها الايس بلو. الايس بلو التاج الازرق فوالا. موفمون ديالها اوتوماتيك لا موتر اوتونتيك 100% غارونتي. اي بيهم قال كيف ما كنقولو الاخوان هادي ما شاء الله روعة روعة دل... ما شاء الله تبارك الرحمن. عندي بجوج كولور. عندي في لو فيغ رويال في الايس بلو فوالا. لي انتريس اخوان واجبجو اي ما كان تواصل معايا في الواتساب. هنا الفيديو ديالنا غيكون وصل النهاية ديالو. ما تبخلوش لنا الاخوان جيم شي كومونتير زوين بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم. اللي باقي ما مشاركش معنا في القناة شارك معنا باش تكمل العائلة. شجعونا وحفزونا بالتعليقات الإيجابية ديالكم باش نستمروا إن شاء الله. وإن شاء الله لا سومين الجاية نحاول أننا نديرو فيديو جديد نجيبو سلعة جديدة ونكون عند حسن الظن ديالكم الإخوان. نخليكم الخوت حتى الفيديو الجاي إن شاء الله. اللهم يسر.